السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي زراعة أونلاين، أهلا وسهلا بكم في موضوع جديد من موضوعات تكاثر النباتات. النهاردة كلامنا هيكون على صبار التين الشوكي أو صبار أذن الأرنب، أيا كان المسمى بتاعه فهو صبار جميل جدا، بيتحمل درجات الحرارة العالية، وإن كان ممكن نخليه ياخد درجات حرارة أو نكيفه على درجات حرارة قليلة بحيث إن هو ممكن ياخد شمس غير مباشرة ويبقى داخل المنزل، لكن بشرط إن هو ياخد شمس غير مباشرة مفيش مشكلة. التكاثر بتاعه بيتم عن طريق العقلة بطريقة سهلة جدا وبسيطة، ممكن أعمله تكاثر خلال أي وقت من السنة، لكن يستحسن من شهر 3 لحد دخلة الشتاء أو دخول فصل الشتاء علينا، لأن فصل الشتاء زي ما حضراتكم عارفين هو مرحلة خمول النبات. لو عملت له تكاثر في شهر 2 الموضوع عادي جدا، بيشتغل معايا النبات بطريقة سهلة جدا والتكاثر بتاعه زي ما حضراتكم هتشوف. الأدوات اللي أنا هحتاجها معايا في عملية التكاثر، هحتاج أداة حادة، هحتاج القصيص الفاضي، وهحتاج تربة تكون نسبة الرملة فيها أعلى من نسبة الطمية علشان التربة تكون هشة وجيدة الصرف، بحيث إن هي المية ما تركنش داخل التربة ويحصل تعفن لجذور النبات أو النبات يتلف قبل ما يعمل عملية التجذير. همسك الأداة الحادة بتاعتي بالشكل ده وآخد عقلة أو عقلتين، ويستحسن إن أنا آخد عقلتين يكونوا سلام من النبتة بالشكل ده، او ممكن امسك النبته كده بدون استخدام الاداه الحاده واكسر كده ايه العقله بتاعتي، ابدا اكسرها كده بطريقه ايه زي ما حضراتكم شايفين بالشكل ده تمام، وهبدا اجيب القصيص بتاعي واخد التربه بتاعتي كده نص القصيص تمام، وهبدا اغرس العقله بتاعتي بالشكل ده عليها كده ضغطة خفيفة عشان أفرغ الهواء من التربة زي ما حضراتكم شايفين كده تمام، وهسيب ناخد عقلة تانية من النبات، ناخد عقلة تانية من النبات قدام حضراتكم، ممكن آخد عقلة زي كده مثلا، ممكن آخد عقلة زي كده عقلة أحادية عشان أوري حضراتكم ده وده، أدي عقلة منفردة قدام حضراتكم إيه برضه تنفع العقلة المنفردة. وهبدأ أغرسها المنتصف العقلة كده في الطمية، أغطي منتصف العقلة. طبعا زي ما قلت لحضراتكم التكاثر يستحسن إن هو يكون من بداية شهر 3 لدخلة فصل الشتاء زي ما حضراتكم شايفين كده. طبعا لو هتعمل تكاثر في فصل الشتاء بيبقى في دخلة شهر 2 عشان لضمان نجاح العقلة. طبعا بحط العقلة في مكان ما توصلوش اشعة شمس حارقة، لو في فصل الصيف بيبقى فيه اشعة شمس غير مباشرة من غير ما اغطيه ومن غير ما احط له كيس او اعمل له غطا بلاستيك، مفيش مشكلة، النبتة دي بتجدر ونسبة نجاحها ان شاء الله 99%. لو عجبك الفيديو اضغط لايك، لو انت لسه ما اشتركتش في القناة اشترك عشان يوصلك جديد المحتوى في عالم الزراعة وتكاثر النباتات، والسلام عليكم ورحمة الله.